لكل من شارك معنا هنا في هذه الساحة المباركة، وتحية إجلال وإكراه لكل أبناء شهدائنا الأبرار في قطاع العالم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبهم ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. أيها الإخوان الكرام، عليكم بالوقوف ورص الصفوف حتى تحقيق كافة مطالبنا العادلة المشروعة. وبالنسبة للمتحف شيها جاء من بعد العقبة الفصاحة، لأن الفصاحة تشيد لغة أجدادنا، ولكن ما شاء الله. وبالنسبة للولي الغنفق المنطقة يقوم بالتجول بين البناء الأخرى في أحد الشوارع، لا ليست لديه تخصصات في هذه الميادين. لماذا وكيفما؟ لأن مقارن أمني، لأن فيما يخصنا في هذه المنطقة في التحديد هناك قطاع الصحة، هذا الجانب الأساسي والأول. وفيما يخص التجهيز وقطاع الفلاحة ما زال يردده ضباب مترددة باستمرارية. هنا يخص بالذكر بأن قطاع الصحة يشرف عليه وزير الصحة كما تعلمون جميعا، وليس والي الجهة طنجة الحسيمة وتطوان، لأن والي الجهة له تخصص ونفوذ سلطوية وليست لديه علاقة بالصحة بتاتا، ولا بالطريق ولا بالفلاحة وعديد من الأمور. أين هو وزير الفلاحة والصيد البحري؟ وأين هو وزير الصحة؟ ونحن لا نحتاج إلى أسماء أو الشرطة والمذياع، بل يحتاج هؤلاء الأشخاص الذين يدعون بأنهم وزراء ويملكون مناصب عالية لأولادهم فقط، بل لشعب المنطقة. وكما تعلمون معشر المواطنين كافة هنا في هذا الميدان بأننا ما زلنا غامضين في هذه المنطقة، لأن هذه المنطقة طواها النسيان منذ عقود. وأركز هنا بالتحديد المزيج من التركيز والتمييز والتمكين حتى وصولنا جميع أهدافنا حتى تحقيق النصر. المزيج من التلاحم والتعاطف فيما بينكم والتشبث في بعضكم بعضا. وأشكركم وجزيل الشكر على هذه المناظرين. لذا نقول لكم أيها الإخوان، شبابا وشيوخا، نساء وشابات مختلف الأعمار، لذا أقول لكم من هذه المنصة، واصلوا ثم واصلوا حتى تحققوا جميع رغباتكم ومتمنياتكم في الأيام المقبلة إن شاء الله. عن نفسكم ومن نفسكم.